فناقشنا نذكر ذلك تمجيدا لهم ولا فخرا بهم. فقد عبر القرآن عن هذا العصر بقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يقول. الله سبحانه وتعالى سمى هذا العصر عصر الجاهلية. ولكن الناس تنسى أن عصر الجاهلية ليس مرتبط فقط بالعرب، هو عصر الجاهلية مرتبط بكل البشر وكل الناس الذين عاشوا في هذا الزمان، في الفرس والروم، في الهند والصين، في مجاهل آسيا وأفريقيا. ورغم ظهور موسى وعيسى ونزول التوراة والإنجيل، لم يزل بنو آدم من قبل هذا الزمان وفي أي مكان يعيشون في هذا الزمان كانوا أهل جاهلية قبل أن يأتيهم الإسلام. في العرب صفات، على الرغم النقصان الذي كان فيهم، على الرغم الجاهلية التي كانت فيهم، كانت فيهم بعض الصفات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فيهم حتى يرسل فيهم الرسالة الخاتمة. نذكر منها، وهذا يعني هذا الذكر مرة أخرى ليس على سبيل التمجيد أو الفخر، ولكن على سبيل العبرة والعبرة حتى نتعلم ممن سبق كيف كان هؤلاء، فنتحلى بصفاتهم ونتعلم من أخلاقهم فنكون مثلهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. أول شيء كان بساطة التصور وسهولة الحياة. التصور الفكري عند العرب الأوائل كان تصور بسيط عن الله وعن الكون وعن الحياة. كان عقل العربي عقلا بسيطا غير مركب، ولعل بيئة الصحراء وحياته البسيطة ساعدته على ذلك، فلم يكن يعقل الأمور. فقد كانوا يؤمنون بالله الواحد، ولكنهم وقعوا في فخ الشرك. ناس عرب لما تسألهم عن الله يقول هو إله واحد، ولكن ما وقع فيه العرب كما وقع فيه الكثير من أهل زمانهم هو فخ الشرك. كانوا كما أراد الإنسان في كل زمان ومكان أن يرى الله، الإنسان بطبيعته يبحث عن هذا السؤال الجوهري: أين الله؟ من الله؟ تريد أن أرى الله؟ هذا سؤال فطري وطبيعي عند كل البشر، بل حتى عند الأطفال، ولكنهم لم يستطيعوا أن يرونه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال لن تراني. ففكرت عقولهم البسيطة في أصنام. هذه الأصنام عبارة عن، هي ليست حتى تمثيل لله في الأرض. إذا سألتهم يقولون كما قال القرآن: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانت فكرة الإنسان البسيط أن هذه الأصنام ليست تمثيل للذات الإلهية في الأرض، ولكنها شيء لما يعبدوه يريدوا أن يروا شيئا هذا يقربهم إلى الله زلفى، وهذا من الخطأ، ولكن هذا يدل على بساطة تفكيرهم. كانوا إذا قيل لهم: من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، قالوا: الله، ويقول الله. فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ فيقولون: ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. فإذا ما قررت هذه الفكرة البسيطة باعتقادات الأمم الأخرى، اليونان والرومان والهند، في الرومان واليونان تجد مجلس للآلهة، تجد آلهة متعددة، مجلس للآلهة، زيوس هو حاكم الآلهة وملكها وهو إله الرعد والبر، أثينا ابنته آلهة الحكمة، هيرا زوجته آلهة الزواج، وأحيانا في إله للبحر وإله للحرث وإله وهذه الآلهة تتصارع فيما بينها. هذه فكرة معقدة. ولذلك شيء عجيب حصل، إن لما دخل الإسلام، لما دخلت المسيحية أوروبا، وجدنا حدث أو وجد دين هجين. فكرة أن المصرانية مع الوثنية الرومانية أو اليونانية أو حتى البايكنج في شمال أوروبا عملوا دين هجين، دين خليط ما بين الاثنين، لأن في أساطيرهم كان الإله ينزل إلى الأرض فيرى امرأة فتعجبه فينجب منها فيكون نصف إله ونصف بشر. هذه فكرة قديمة، فكرة نصف إله ونصف بشر، فكرة قديمة موجودة في الوثنية الأوروبية، لم تجد عند العرب. العرب كانت فكرتهم بس في إيه؟ في الشرك. ولذلك تجد في كتب التراث يقولوا إيه؟ مشرك العرب، لا يقول كفار العرب. كلمة المشرك هي تمثيل أكثر أو أفضل من العرب، لأنهم كانوا يؤمنون بوجود إله واحد، ولكن أشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. ف
فاليهود ففي اوروبا لما دخلت النصرانيه استطاعت ان تقضي على تعدد الالهه. هذه لفته جميله في التاريخ. هي قضت على تعدد الالهه فلم يبقى الا اله واحد. ولكن هذا الاله له ابن. سبحان الله. هي اخذت فكره التوحيد وانتهت من كل الالهه وخلصت من كل الالهه وبقي هناك اله واحد ولكن له نزل الى الارض ونفخ في مريم من الروح المقدسه وانجب ابنا له هو الايه؟ الابن المخلص. هذه الفكره هي المزيج ما بين الايه؟ ما بين النصرانيه والوثنيه، حتى يقال ان لما دخلت النصرانيه روما لم تتنصر روما وانما تأورمت النصرانيه. يعني النصرانيه تحولت الى، لذلك هم يقولوا ايه؟ روما الكاثوليك. يعني سبحان الله هي لم تعد هذا الاسم، هي ضئيله من حي طبعا، ولكن يقولون ايه؟ روما الكاثوليك. هذا الامر هو هو المزيج الذي حدث في ايه؟ في اوروبا. لكن لما جاء الاسلام عند العرب استطاع بسهوله ان يحطم الاصنام، لان الاصنام منفصله عن الله. لما حطموا الاصنام بقيت فكره التوحيد خالصه للايه؟ العرب ببساطه هذه الفكره في عقولهم، لان تصورهم عن الله كان بسيطا واقرب للحقيقه. هم يؤمنون بالله الواحد فامنوا بالله الواحد. ليس بينه وبينك حاجز، فدعا الاسلام الى الله سبحانه وتعالى. لا تحتاج هذا ما هذه الفكره، فكره الحواجز والشفعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، على خيريه العرب، على خيريه بعض العرب قبل الاسلام، لما سالوا عن اكرم الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقاهم، قال ليس عن هذا نسالك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قال